بسبب ضعف أدائه السياسي واتخاذه قرارات تعسفية دون الرجوع إلى الهيئة العامة للائتلاف الوطني واتخاذ قرارات تهدف إلى شق صفوف الثوار، قرر المجلس العسكري حجب ثقة عن رئيس الائتلاف هادي البحرة الذي أصدر سابقا قرارا بحل المجلس العسكري الأعلى. فمن حق من عزل من؟ نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون. أعضاء المجلس العسكري الأعلى في الجيش الحر يقلبون الطاولة بتوجيه كتاب إلى الائتلاف الوطني بحجب الثقة عن رئيس الائتلاف هادي البحرة بسبب إصداره قرارا سابقا بحل المجلس العسكري الأعلى. في تصريح خاص لأورينت نت قال العميد عبد المجيد دبيس عضو في المجلس العسكري الأعلى إن المجلس العسكري يعتبر اتخاذ رئيس الائتلاف لهذا القرار ليس من صلاحياته، ولم يستشر أحدا من أعضاء الائتلاف، وبناء عليه قرر إقالة رئيس الأركان العميد عبد الإله البشير بسبب مساندته لقرار رئيس الائتلاف وتكليف العميد أحمد بري رئيسا للأركان لمدة أقصاها شهر، ريثما يتم تعيين رئيس للأركان بصفة رسمية. وجاء في البيان أن قرار المجلس حجب الثقة عن البحرة جاء بسبب ضعف أدائه السياسي واتخاذه قرارات تعسفية دون الرجوع إلى الهيئة العامة للائتلاف الوطني واتخاذه قرارات تهدف إلى شق صفوف الثوار في مرحلة حرجة وشديدة الخطورة من عمر الثورة. وقال بيان المجلس العسكري إن إقالة رئيس الأركان البشير تأتي بسبب ضعف الأداء وتجاوزه للصلاحيات الممنوحة له. كما جاء في البيان قرار إقالة العقيد قاسم سعد الدين والعضو فرج الحمود والعقيد عرفات الحمود. معي العقيد عرفات الحمود من الحدود السورية التركية عبر سكايب، والعميد الركن أحمد بري المكلف بتسيير أمور هيئة الأركان من الحدود السورية التركية أيضا عبر سكايب، وعمر كوش صحفي من اسطنبول عبر الأقمار الصناعية. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا. أبدأ معك سيادة العقيد عرفات الحمود، يعني الموضوع مثل هيك ما حد عم يفهم شيء، مين حل مين ومين بحق له يحل مين؟ والأساسا المجلس العسكري هو تشكيل، هو عمله الائتلاف، فعلى أي أساس المجلس العسكري بيسحب الثقة وبيشيل هذه البحرة؟ شو عم بيصير؟ مساء الخير. الحقيقة يعني أنا آسف أن أتكلم بهذا الموضوع، لكن للتوضيح أنا من 4 أشهر فقط التحقت بالمجلس العسكري الأعلى بعد صدور قرار بتعييني كعضو في هذا المجلس. حقيقة تفاجأت أنه غالب أعضاء هذا المجلس لا يمثلون فصائل ولا ينتمون إلى فصائل ثورية موجودة على الساحة السورية. طبعا أبديت رأيي أنه يا أخي هذا مجلس عسكري أعلى، المفروض نحن ما لنا بجيش منظم، المفروض الفصائل الفاعلة الموجودة في الثورة تكون ممثلة في هذا المجلس لكي تكون هذه قرارات هذا المجلس نافذة وإلا وقع على الأرض. دائما الأعضاء أعضاء هذا المجلس بيشكوا من تهميش المجلس وعدم فاعليته، فقلنا لهم إذا بده يكون هذا المجلس فاعل لازم يكونوا الأعضاء فاعلين، لازم ينتموا إلى فصائل فاعلة بحيث إذا اتخذنا أي قرار يكون له يعني شيء على الأرض. للأسف الأعضاء الموجودين معظمهم كانوا ينتموا لفصائل كلاشة الفصائل، أو أنه في عنا نحن في حاجة ملحة لأنه نوسع هذا المجلس ونضم أعضاء جدد من الفصائل اللي تشكلت. نحن نعرف أنه في كثير فصائل تشكلت حديثا، في تجمعات، في تنسيق، في بين فصائل عديدة، فهذه الفصائل غير ممثلة وهي فعالة موجودة على الساحة. فكان رأينا أنه نحن لازم تتمثل هذه المجلس ليكون هذا المجلس فاعل. للأسف أنه في هاي الأكثرية من الأعضاء اللي هم ما لهم شيء على الأرض، في اصطفافات غير صحيحة صارت ضمن المجلس، فبدأوا يتخذوا قرارات أنه بالأكثرية وإلى آخره، يعني بعيدة عن روح الثورة. مين اللي بدأ يتخذ قرارات المجلس العسكري؟ أعضاء المجلس العسكري هنا اللي بدأوا يتخذوا بيه قرارات؟ قدم استقالته من هذا المجلس احتجاجا على ضعف هذا المجلس وعدم فاعليته. بتاريخ 21/9 قدمنا نحن من جبهة ثوار سوريا ومن حركة حجم وعدد من الجبهات والفصائل الفاعلة، الأعضاء الذين ننتمي إلى هذه الفصائل، ببيان انسحبنا فيه من هذا المجلس بحين إعادة تشكيله من كافة الفصائل الثورية الفاعلة. على أثر هذا الموضوع صدر قرار من رئاسة الائتلاف بحل المجلس نظرا لخلوه من معظم الفصائل الفاعلة في الساحة الثورة السورية.
فبنتفاجأ بعد من هذه صدور بيانات وإلى آخره. فكل طيب. هذه البيانات صادرة عن مجلس هو بالأصل منحل. وبالنسبة لحل هذا المجلس، نحن نعرف أن هذا المجلس تشكل بمؤتمر إنطاليا من شهر 12 من عام 2012. طبعا مؤتمر إنطاليا كان في هيئة ناخبة مؤلفة من 260 عضو. كثير من هذول الأعضاء صاروا مع داعش، وكثير منهم استشهدوا، وكثير منهم ما ممكن يجوا، وفي منهم راحوا صاروا ببلدان الاغتراب. فجمع هذا العدد في ظروف البلد الحالية أمر متعذر ومستحيل. وإذا كان هذا المجلس غير فعال وما عم يؤدي الغرض، فشو الحل؟ يعني ننتظر لحتى نجمع أعضاء إنطاليا لحتى نعيد هيكلة وتشكيل هذا المجلس؟ لابد من تدخل الائتلاف، ممثلا برئيس الائتلاف، لأنه اسمه هو رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، فهو بيرأس كل مؤسسات الثورة السورية ومن ضمنها المجلس العسكري هذا. فصدور قرار منه بحل هذا المجلس وإعادة تشكيله ليشمل كافة الفصائل الفاعلة، أنا ماني شايف هذا القرار فيه عيب أو جور أو شيء من التعدي على صلاحيات المجلس. طيب خليني اشوف سياده العقيد راي العميد الركن احمد بري بهذا الكلام. سياده العميد، اذا كنت سمعت كل كلام العقيد عرفات الحمود، ما تعليقك؟ عم بيقول انه ما في مشكله، شايف انه ما في مشكله بانه الائتلاف يقوم بحل هذا المجلس، خاصه بانه الاعضاء الموجودين فيه ما بيمثلوا الفصائل والكتائب المقاتله على الارض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اولا اختي، مع تحياتي لكم جميعا للعقيد عارف. اول شيء، المجلس لما نتشكل ما تشكل عن فصائل، انما تشكل عن محافظات وعن جبهات. نحن عندنا بسوريا 5 جبهات، كان لكل جبهه 6 ممثلين. اذا اول شيء عن الجبهات وليس عن فصائل، مع بكي العقيد عارف. بكل جبهه في 6، مثلا الجبهه الغربيه حما والاديه في 6 اعضاء، 3 من حما و3 من المنطقة الساحلية. هدول المسألة ما كانوا لما اختيروا فعلا من 30 شخص موجودين، كانوا من كل محافظة 30 اختاروا 3 ودخلوهم على المجلس. هاي أول شغلة. اثنين، مع تحياتي لرأي العقيد عارف. أول شغلة، ليش من الائتلاف بده 30 خلاهم واستخدمهم اللي ما بده يحلون؟ إذا تذكروا من فترة كان الجراك وين ما راح اخذ عناصر 30 وعم يطالع قرار فيهم، كانوا عم يسايروا. لما بطلوا يسايروا ووقفوا موقف ما عجبهم، او عفوا وقفوا موقف معين، اجى رئيس الوزراء حل المجلس. اول واحد عارض سيد الجرة والبحرة رئيس الائتلاف، وطالعوا بيان انه لا يحق لوزير لرئيس وزراء حلهم ولا يحق له اقالتهم، وطالعوا بيان بيرجعون. ليش؟ لانه مستفيدين منهم. العمليه ما فيها، بدهم من مجلس 30 عايزين 15 واحد بالائتلاف تابعين لهم يحركون بالانتخابات، سواء انتخابات ائتلاف او بتعيين وزراء الحكومه او بامور ثانيه. لما المجلس ما رفض القرارات ورفض يتعاون معهم بخصوص هذا، ما له حل الا طلعوا قرار بحل المجلس. اولا لا يحق لرئيس ائتلاف. هذا الكلام قديم اللي عم تحكيه، هذا الكلام قديم صحيح؟ نعم. لا يحق لرئيس ائتلاف حل المجلس. انا وضحت انه ليش لما كان الموضوع لصالحه وحافظ عليه، لما صار الموضوع مو لصالحه حاول يحله. اول شيء، المجلس انتخب من اعضاء انطاليا مثل ما تفضل، كنا 462 عضو بانطاليا وانتخبنا المجلس. ما بيحق لحد يحله الا الثوريين. صح في كثير من الثوريين مستحيل يجمعون، وفي كثير هذا، انما هلا المجلس بكل واحد. طيب بس من هذاك الوقت لهلا سياده العميد، نعم، المعطيات نفسها ما تغيرت، المعطيات العسكريه. يعني مثلا العقيد عرفات الحمود عم بيقول من هداك الوقت لهلا في قاده استشهدوا، في قاده تركوا، في قاده راحوا مع داعش، في كثير معطيات تغيرت. صح. ليش العقيد عرفات الحمود لما كان بانطاليا ما كان من ضمن 30 عرفات الحمود؟ عرفات الحمود اجى ترميم المجلس، ومثل ما ترمم هو ترمم غيره، مثل ما اجى دخل على المجلس هو بترميم، هلا غيره ترمم. المجلس في مرحله مراحل كلها كنا غرضين اداؤه، لانه كان اداؤه متجه باتجاه معين. لما المجلس صار يحط النقاط على الحروف وصار يمشي باتجاه الصح وبدا يعمل، صار يحارب مجلس من قبل بعض الناس. بالناحيه القانونيه والنظام الداخلي المجلس، كل شيء ما تصرف المجلس امبارح صح، انا لا ادافع عنه،
وانا لحد الان يعني امبارح اول اجتماع بحضره معهم، انما من ناحيه قانونيه تصرفهم صح، اما المو صح الناحيه القانونيه اللي اتخذها رئيس ورئيس وزراء احمد طعمي بحله. طيب موضوع الناحيه القانونيه سياده العميد، هذه البحره بحله. طيب موضوع الناحيه القانونيه، اساسا الائتلاف هو اللي شكل المجلس العسكري صح، والبيان الداخلي او النظام الداخلي. لا 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 مو صح، لا لا اختي لا مو صح، الائتلاف لم يشكل المجلس العسكري، الائتلاف شكل بقطر والمجلس العسكري صار في شنو انطاليا ولم يحضر تشكيل المجلس ولا عنصر ولا اي شخص من الائتلاف نهائيا يا مدرب. لما كنا بانطاليا ولا واحد من الائتلاف كان موجود، بس تبعية يعني تبعية المجلس العسكري هو لمين؟ مو للائتلاف؟ لوزارة الدفاع، لوزارة الدفاع اللي هي بالحكومة المؤقتة اللي بالنهاية كمان تم تشكيلها من خلال الائتلاف لوزير الدفاع. طيب خليني أنقل هذا الكلام كله للأستاذ عمر كوش صحفي من اسطنبول عبر الأقمار الصناعية. أستاذ عمر، يعني كل حدا من الطرفين يعني موضوع المشكلة لحل المجلس العسكري وسحب الثقة عن هذه البحرة عم يحكي من وجهة نظره بأنه هو معه الحق بالتصرف وهو بيحق له يتصرف بهاي الطريقة، سواء الائتلاف أنه بيحق له يحل المجلس ويغير من الأعضاء أو القادة بالجبهات اللي عم بيقولوا أنه هن بيحق لهم أو أنه الائتلاف ما بيحق له يتصرف بهاي الطريقة. مساء الخير. اولا الحقيقه في يعني هذه مشكله قديمه طبعا ونشات مع نشوء الائتلاف وايضا مع نشوء طبعا هيئه الاركان والمجالس العسكريه وقاده الجبهات. يعني الحقيقه يعني لا احد يعرف ما هي صلاحيات المجالس العسكريه، ما هي صلاحيات هيئه الاركان، ما هي صلاحيات وزير الدفاع. طيب يبدو انه في مشكله استاذ عمر، في مشكله بالصوت، صوتك غير واضح، برجع لك بس نشوف شو المشكلة. وبروح للعقيد عرفات الحمود. سيادة العقيد، ما ردك على كلام العميد الركن أحمد بري؟ أولا يقول بأنه القادة الموجودين هن تم اختيارهم هن قادة جبهات وليسوا فصائل وكتائب على الأرض، وبأنه لا يحق للائتلاف بأن يقوم بحل على المجلس مثل ما بده. لا، هو الحقيقة ما قال هيك، قال إنه هدول الأعضاء تم اختيارهم أو تم انتخابهم على أساس مناطقي أو جبهات، ولكن هذا المجلس بهذه الآلية ما ثبت فعاليته. نحن ما لنا عم نشكل مجلس لتوزيع إغاثي وسلل إغاثي للمحافظات، نحن عم نقول مجلس القيادة العسكرية العليا. هذه القيادة العسكرية العليا نحن كونه ما لنا بجيش منظم، نحن في عنا فصائل موجودة في الساحة وعم نقاتل ويمكن يكون مصادر دعمها ومشاربها مختلفة، فعندما تكون هذه الفصائل ممثلة في مجلس واحد هذا المجلس رح يكون فاعل. يعني فكرة تشكيل المجلس على أساس محافظات وجبهات وإلى آخره لم يثبت جدواها. تبين أنه هذا المجلس يجب أن يتكون من الفصائل الفاعلة. هلأ في كتير مناطق لا ما بقى فيها ثورة. طيب صاحب القرار هون مين؟ يعني في خلاف على أنه مين بحق له يقيل مين أو يحل مين؟ طيب أنا معك، هلأ لازم يكون مؤتمر أنطاليا هو اللي يقيل هؤلاء الأعضاء، ولكن أين مؤتمر أنطاليا؟ هلأ نحن بوارد أنه نجمع 264 واحد من سوريا من كافة مناطق سوريا ونجيبهم ونجمعهم ونتخذ قرار؟ كلنا بنعرف ايش الظروف بسوريا، حتى بالمناطق المحرره صار التنقل في فصائل وفي داعش. طيب بما انه العميد الركن عم بيقول بانه المجلس العسكري يتبع لوزاره الدفاع بالحكومه المؤقته، ليش ما بتتم هالامور عن طريق وزاره الدفاع؟ ابدا لا يتبع لوزاره الدفاع، المجلس العسكري هو احد مكونات الائتلاف وهي موجوده بوثائق انطاليا، ولكن طيب هن يبدو انه مو معترفين بهذا الشيء، مو معترفين، ولكن وزير الدفاع يراس هذا المجلس، يدير جلساته، هو له حق التصويت مثله مثل اي عضو، ولكن المجلس هو احد مكونات الائتلاف، ورئيس الائتلاف هو رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثوره والمعارضه. فرئيس الائتلاف حقه الطبيعي وقت اللي شاف في انحراف عن مسار هذا المجلس يعني ما عم يحقق الغايات التي انشئ من اجلها، فحقه الطبيعي انه يحل هذا المجلس ويعيد تشكيله بالتشاور مع الفصائل الفاعله في الساحه. طيب سيادة العميد أحمد بري، صار قبل كمان مثل هذا النوع شيء مع العميد سليم إدريس سابقا، وصار عم يصير دائما إشكالية من هذا النوع على أنه مين بحق له يقيل مين وأنه استغنوا عن الشخص الفلاني. لا ما بيصير،
يعني برأيك هاي الأمور كلياتها ما بتؤدي لزيادة الانقسامات، لزيادة التشرذم، بتؤدي إلى ضعف العمل العسكري بالنسبة للجيش الحر على الأرض؟ العميد أحمد بري، طيب فقدنا الاتصال معه. نفس السؤال للعقيد عرفات الحمود، تفضل سيادة العقيد. أختي الكريمة، بالنسبة للمجلس العسكري للأسف الموجود، أنا قلت لك 4 أشهر فقط تجربتي في هذا المجلس، أكثر طيب من ثلثي الأعضاء يعني من هذا المجلس ما لهم أي تواصل مع الداخل، بيجوا من دولة فلانية. يعني سيادة العقيد أنه السوريين لما بيطلعوا بيشوفوا انه كيف الخلافات عم بتكون بالمجلس العسكري او الائتلاف، كلها عباره عن خلافات الى علاقه بمين استقال ومين اقالوا ومين رجعوا ومين حطوا، كلها خلافات بهذا الشكل. فبرايك هذا الشيء بالنسبه للسوريين كيف بيشوفوه، وشو الفائده، يعني شو الفائده اللي حيقدمها لإلهم؟ طيب هاي الخلافات وقت اللي عم تظهر الى السطح طبعا مردود، ولكن طيب انا بنتمي لفصيل ثوري معين فعال على الارض، في عندنا الاف المقاتلين، أنا لا أقبل أن يثاروا هؤلاء المقاتلين تدار شؤونهم، تكون قيادتهم من ناس ما متواصلين معنا، ما متواصلين مع الأرض. فالشيء الطبيعي إنه هدول المقاتلين هن يكون يفرزوا منهم نفسهم ممثل لهم يكون عضو بهذا المجلس اللي هو عضو بهالقيادة. يعني معقول تكون القيادة منفصلة عن الواقع، منفصلة عن الثوار؟ ثلاث أرباع أعضاء المجلس هن ما لهم علاقة في الداخل، بيجي من دولة قطر، بيجي على اسطنبول بيعمل اجتماع وبيرجع. عجزنا فيهم انه يا اخي تعالوا نعمل اجتماعات هذا المجلس في الداخل لحتى نكون قريبين من جبهات القتال، قريبين من مقاتلينا، نطلع على شؤونهم. في كثير منهم ما بيجرؤوا على الدخول لجوا، ما عندهم استعداد يسمعوا صوت القذيفه ولا صوت الطلقه ولا صوت الطياره. مجلس القياده الاعلى بده يكون بهالطريقه هاي، ما معقول الحكي هذا. طيب بروح بجرب مع الاستاذ عمر كوش، صحفي من اسطنبول. استاذ عمر، يعني ما تعليقك على ما يجري؟ كل فتره وفتره بنسمع بهذا الموضوع، بنسمع بالائتلاف يقيل او عم يحل مجلس عسكري، او المجلس العسكري في منهم قاده عم يعترضوا، عم يشكلوا شيء لحالهم، عم يسحبوا الثقه، عم يحجبوه عن الائتلاف. تحليلك للموقف؟ مساء الخير، ان شاء الله تسمعيني هالمره. عم بسمعك، تفضل. تمام. يعني الحقيقة هي مشكلة بالصلاحيات وبالعلاقة بين طبعا المجالس العسكرية وهيئة الأركان، وأيضا علاقة هيئة الأركان بوزارة الدفاع، وأيضا علاقتها بالائتلاف. يعني هذه المشكلة الحقيقة طرحناها منذ زمان، وقلنا للائتلاف ولممثلي هيئة الأركان يجب أن تضعوا نظاما داخليا واضحا يوضح العلاقة بين الائتلاف، هل تتبع المجالس العسكرية وهيئة الأركان إلى الائتلاف أم تتبع وزارة الدفاع، وأيضا وزارة الدفاع ما هي علاقتها بالائتلاف؟ الحقيقة طبعا هناك تداخل هذا كبير، هذا كله غير واضح إلى الآن، تشوش يعني غير واضح تماما، يعني مع الأسف ولم يبذل أي مجهود لا من طرف المجالس العسكرية ولا من طرف الائتلاف لتنظيم هذه العلاقة. يعني مثلا المجالس العسكرية وربما ضيوفك الأفاضل محقين أنه تشكل في مؤتمر أنطاليا في 6/12/2012 ولم يكن أي عضو من الائتلاف حاضر لهذا الاجتماع، بمعنى أخذ استقلالية ما عن كل التشكيلات السياسية السورية، ولذلك اعتبروا أنفسهم تنظيما. بس تم التعامل معه، يعني لاحقا تم التعامل مع هالمجلس العسكري باعتباره يتبع للائتلاف. تم التعامل حقيقة ليس مع المجلس العسكري، إنما مع هيئة الأركان. مع هيئة الأركان، وبالتالي هيئة الأركان لها رئيس طبعا كان ممثل بالسيد اللواء احمد ادريس، اللواء سليم ادريس، وهذا سياده اللواء طبعا كان يعني يحضر اجتماعات الائتلاف، وكان طبعا متناغما في مرحله ما مع رئاسه الائتلاف، ثم اختلف معهم، وعندما اختلف معهم طبعا يعني انتهت العلاقه، بمعنى كانت العلاقه شخصانيه، لم تكن علاقه مؤسساتيه. عندما يكون هناك نظام داخلي وينظم العلاقه في الائتلاف وايضا في المجالس المحليه، عفوا في المجالس العسكريه، وهو في سؤال اللي كان بالمحور الاول كنا عم نحكي عن موضوع الراي العام للسوريين في الداخل، اللي كيف عم يتحول نوعا ما من كيف كانوا عم بينددوا بداعش، والان هن ضد الضربات على داعش، وكانوا عم يسالوا بانه ليش ما يصير الاعتماد على كتائب الجيش الحر. يمكن هاي الخلافات اللي عم تصير هي الجواب على هذا الشيء بالضبط. يعني الحقيقة ليس فقط يعني هيئة الأركان والمجالس العسكرية، إنما الائتلاف
وكل التشكيلات السياسية والعسكرية السورية التي تدعي أنها تمثل الثورة وأنها يعني من أجل نصرة الثورة. الحقيقة يعني من الثوار لما عندما يرى هذه الخلافات ويرى هذه الشخصنة يصاب بغصة القلب يعني. وحتى في كثير من المناضلين والثوار عندما يأتون إلى إسطنبول ويرون الحالة كما هي ويلتقون بشخصيات سواء سياسية أو عسكرية يعني يقول بقلبه يا ريت لم ألتقي هؤلاء الناس ويا ريت لا يمثلوني، وبالتالي يحس بفجوة بينه وبين الائتلاف وبينه وبين طبعا قادة المجالس العسكرية والائتلاف وأيضا الأركان. يعني حتى كتلة الأركان مثلا داخل الائتلاف لم تفعل أي شيء سوى أنها تصوت إلى هذه الكتلة أو هذه أو الكتلة الأخرى، بمعنى كانت تدخل مزادا عمليا لصالح شخص معين أو ضد شخص آخر. وهذا يعني ينطبق على الحقيقة على الحكومة وينطبق على الائتلاف وينطبق على المجالس العسكرية. فعلا هناك أزمة مستفحلة مستزمنة لها علاقة بالأشخاص الذين يعني في اعتقادي التفتوا إلى شخصانياتهم والتفتوا إلى مصالحهم. وهذا الكلام اللي ممكن يعني بنركز فيه على السوريين اللي عم يتساءلوا عن هذا الموضوع، عم بيقولوا أنه ليش ما تم الاهتمام بالكتائب الجيش الحر والمعارضة اللي هي لحتى تحارب داعش والنظام، ليش صار في ضربات جوية من تحالف دولي على داعش. بتشكرك عمر كوش صحفي من اسطنبول كنت معي عبر الهاتف، وأيضا العميد الركن أحمد بري المكلف في تسيير أمور هيئة الأركان من الحدود السورية التركية والعقيد عرفات الحمود من الحدود السورية التركية كان معي عبر سكايب. وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا، نختمها بلقطة وهي عبارة عن رسالة من شاب حمصي إلى بشار الأسد. إلى اللقاء. يا زلمة بالله ركز معي شوي، بالله يعني بخلينا نحكي لك يا أخي، أنت زلمة عم تقول إنك حوار وبطيخ ولعي، لك أخي صار لك 3 سنين عم تدمر بالعالم وتبع الطيارات وتخرب، وهذا يا أخي قلنا خلاص هذا زلمة متمسك بالكرسي تبعه وفي وراه شبكة وفي وراه مصالح ودول وإيران وبطيخ وهذا. بس لكن يا زلمة تقول للعالم تعوا ضربونا، قسما بالله انت غبي ولا جحش ولا شو ترتيبك لك اخي، والله العظيم اخي فهمنا في عالم اخي بتجن هذا الكرسي السلطة. قلنا ماشي الحال، بس يا زلمة البحرين تضربنا يعني انت بمخك في شيء وبترحب فيها وبتعرض التنسيق والتعاون. يا زلمة شو ضل بالبلاد يعني، شو ضل لك يعني، شو مين ما لعب هنا يا زلمه، والله العظيم غريب انت قسما بالله. شو دينك يعني، شو الخلفيه تبعيتك، شو التركيبي زمانات، وهذا عبود انت مخروط خرط، لك انت مخروط خرط يا زلمه، ما طبيعي. ما ضل شيء ما بدك، ما ضل حدا ما بعبص فينا يا زلمه. اسرائيل بتنزل لك طياره، تركيا بتضربك، البحرين اجت ضربتنا يا زلمه، ابوك بابرو عم يرجي يعني، ابوك على القليل لك اخي عمل دولي رح يدبح العالم، دبح له ب 200 300 الف بس يا اخي عمل دولي لك يا اخي. انت مثل ما باقي لك مدينتين والساعد عم تقول للعالم تعضربونا، لك يا اخي شو السياسه اللي عم تتبعها يعني، شو الخارجي تبعيتك وشو عم يفكروا يا زلمه. هذاك وليد المعلم البلاع الهمبرجر، شو عم يعني، والله العظيم يا اخي انتم غريبين، ما تنتموا لسوريا يا اخي، انتم ما هي معنا سياسه حفاظ على الوطن، لعنتوا اخت الوطن، لك لعنة اخت الوطن يا زلمه. 150 صاروخته مهوك، 150 صاروخته مهوك و20 غاره يا زلمه، شو عم تعمل انت؟ روح لك اخي، روح على اصفهان، روح كل شاورما، روح يا اخي، والله العظيم اترك العباد بحالها. العمى ضربك اذا فهمان سياسة صف أول ابتدائي، العمى بعيونك، لسه بوسينا شعبان قاعد بتهدد إذا بتفوتوا مجالنا نحن رح ننزلكم طياراتكم يعني. شوف على هالفادي هاي، ما خلاص ما عاد عندي شو يعني. أنت عم تقتل العالم والعالم عم تقتل العالم وكرة الأرض عم تقتل العالم، ما عاد في ضل شيء يا أخي. حسبنا الله ونعم الوكيل، أحسن شيء.